الرحمن الرحيم. دائما الإنسان يجب أن يعرف يعمل حسب مقتضى تلك المنزلة، وإلا كما يقال يفوته القطار، يفوته القطار. يشوف قسم كانوا يعرفون قدر أنفسهم، وكما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ عرف قدره، يعني يعرف شنو مقداره، يعني أنه في سن الكبار حتى يعمل عمل الكبار. الصغير يصور نفسه بتصوير الكبار، فيتكئ على عصا في وقت المشي أو يلبس عمة كبيرة أو ما أشبه ذلك، هذا خطأ. كذلك الكبير إذا يتصور هو صغير يعمل عمل الصغار، يعني الاجتماع يقولون قسم من الناس هكذا يتصورون، كبراء أو صغراء يتصورون أنهم كبراء. يتصور الشعر ولو أنه من جهة الشعرية ناقص، لكن من جهة الواقع واضح. يقول: شيئان عجيبان هما أبرد من يخ. يخ هذا فارسي، هناك بعض الأشعار عربية فارسية، هذه قاعدة سابقة كانت. الشعر كان يخلق بين العربية والفارسية. شيئان عجيبان هما أبرد من يخ، شيخ يتصدى وصبي يتشيخ. هذا واقع. أنا في تصوري أن الإخوة يجب أن لا يتصوروا أنفسهم صغارا حتى يعملوا أعمال صغار، وإنما يتصوروا أنفسهم كبارا. الشيخ كان في مكة، هذا أقل قبل تقريبا أكثر من 100 سنة. هذا في مكة فكر في أنه يغير ويبدأ يختل هذا الشباب، فكر في أنه يغير. تحت مكة زاوية الصوفية في العالم الإسلامي خصوصا عند السنة يقومون وما يقومون به مما تعلمون، وفتح في الطائف زاوية. زاوية يعني مكان غرباء، مكان تعليم قرآن، تعليم إسلام، هالأشياء، قاعدة، مكان ابن السبيل، مكان الضيوف، طائف زاوية، وفي العسير خرج منطقة في حجاز زاوية. بعدين شاف هذا ما يفيد، شنو الزوايا يفتح هنا وهنا وهناك. قال: يجب علي أن أبلغ رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ذهب إلى منطقة مسيحية ووثنية وفتح هناك في الصحراء زوايا، مراكز للزراعة ومراكز للصناعة، صناعة ذات اليوم، صناعات اليدوية، وعلم تلاميذه ومريديه ووكلاءه حمل السلاح، وزرعوا الصحارى وجعل الوثنيين مسلمين والمسيحيين مسلمين، وكون هناك دولة. هذه الدولة التي تسمى بدولة مهد السوداني. هذا هو فر الشيخ طلب الشباب، انقبلها الشباب القاعدين. وهناك حارب الاتحاد الإيطاليين والبريطانيين ذاك اليوم، لأن همته عالية. أما الإنسان إذا فكر في أني شاب في المستقبل البعيد مثلا كومه لا يعود. من طبيعة الحال أن العمر إذا فات فات،
أكو فرد. الحديث يقول النهارات، النهارات اليوم بارحة أو قبارحة، غدا بعد غدا، هذا أول الصبح وخاتم الإنسان، لأن كل شيء عند الله لكن في حدود خاصة. ولكن لا تفقهون تسبيحهم، كل يوم اللي يصير صبح قول يعني هالنهار خاطبنا، غدا يخاطبنا، وكل يوم من أعمارنا يخاطبنا. يقول أنا يوم جديد، أيام تأتي نفس اليوم يجي. إحنا شلون يجيبوها من الواقع؟ أنا يوم جديد وأعمل فيا خيرا فإنك لن تراني بعده أبدا. باشر بعد يعاد أبدا. فلازم أن الإنسان يغتنم العمر اغتناما كبيرا وكثيرا، ويعرف أن دوره في الحياة مو هذا الدور الصغير الذي هو دور الإنسان كبير. الشاعر يقول فتراكبوا خيل الشباب وحاذروا، أنت عينك عارية، أذنك عارية، لسانك عارية، يدك ورجلك وعقلك وسائر جوارحك وأعضائك عارية. لك عقلان، الشاب، الشابة، الشيخ، الشيخة، الكبير، هذا معناه أنه انتهى دوره وافتردت. وفي يوم ما يفترد عنا أيضا، وسيد الفالي الله يرحمه في هذه الأيام كان حيا، افترد من خلاص مئات وإلى غير ذلك. فتراكبوا خيل الشباب وحاذروا، يعني يسترد منكم من نشاط القوة الشخصية ما أشبه، فإنه الناس عندك عارية. هل عميان تشوفوهم بالشوارع؟ هذول كان عندهم عيون لكن كانت عارية. هل مقطوع اليد والرجل تشوفوهم؟ وما أكثرهم وما أكثرهم وما أكثرهم. إنسان لازم يحذر، شبابه يذهب، قوته تذهب، لسانه يذهب، عينه تذهب، أذنه تذهب، قواه العقلية والفكرية والبدنية كلها تذهب. الآن وقت شباب الإنسان، يجب أن يشتغل، يجب أن لا يستفولية كما ذكرنا، أفكار طفولية وأحلام بعيدة، وصل في الشباب هذا بكثرة موجود، يتعب، يكون عالي الهمة، طموح، غير متكبر وإلى آخره. أنا في تصوري بالنسبة إلى الإخوة لازم يتصفوا بالصفات. قسم من الناس يقولوا ما عندهم أخلاق طيبة، إن شاء الله أنتم كلكم عندكم أخلاق طيبة. أخلاق طيبة في بيته، مع الاجتماع، مع صديقه، مع جاره، في رواحه، في مجيئه، يصيح ويسب وعصبي ويزعل ويهجر ويهاجر ويتكلم كذا ويضحك كذا، هذا ما عنده أخلاق وقع. الإنسان لازم يكون موزون، لازم يكون معقول، لازم يكون صبور، لازم يكون حليم، لازم يكون مفير لها نظيفات. تقوى الأخلاق، العلم الكثير، إنسان يحصل العلم الكثير وكلما كان أكثر أحسن، ولا يضيع له حتى 10 دقائق، حتى دقيقة، لأن هذه الدقيقة إذا ذهبت لا تعود قلمة، يصير صاحب قلم. الآن ما أقل أقلامنا نحن في الحقيقة، بينما أنه الإنسان إذا قوى قلمه يتمكن أن يختم الإسلام والمسلمين ويخدم البلاد الإسلامية أكثر خدمة يتمكن يخدم. كتابات مثيرة، كتابات رفيعة، قلمه يقوي لسانه فيخطب. حقيقة ما عدنا احنا خطباء إلا قليل، الحوزة لازم تكون خطباء بهالقلة في الحقيقة. كل خطيب قوي، عندنا شعراء الآن ما عندنا شعراء واقع إلا قليل، لأنهم ما مهتمين. شباب يفكرون أنهم يخصهم، وهذول بعضهم أطفال وبعدهم يسأل الخطابة. أنا في تصور غير المعممين لازم يتعممون أيضا، لأن التعمم يعطي الإنسان مكانة اجتماعية لا بأس بها، يتمكن يخدم والعمامة بذاتها قايته ومدرسته، ليلة الثلاثاء، ليلة الأربعاء، ليلة الخميس، ليلة السبت،
يجون ثلاثة، يجون خمسة، يجون سبعة، يجون عشرة، يجون أقل، يجون أكثر. نسأل الله يرحمه توفي، اسمه الشيخ باقر المقدس، حقيقة مكان مقدس. قوم اللي يتشال يشوف السوق شلغة، يشتري شلغة، كل واحد يشتري شلغة، هذا يجون لا بأس به. يشوف برتقال، يشوف رمان، يشوف ما عدد تمر، يشوف تمر. أي يوم أي ثلج يوم ما تريد تشربه، ثلج يوم ما تريد شاي مثلا. مثلا مو لازم تتذكرون إلا لازم تكون شاي. كل واحد اللي يجى ربع خبز، عشر يجون أنا خبزين نصي. ماكو مانع هذا الشيء. يخلي قراية، يروح قرايات الناس، يرتبط بالناس. احنا مو مجنون حرك. لازم الانسان يعرف نفسه كبير، مو كبير تكبرا، وانما كبير خدمة وعملا. اي واحد منكم يعرف شيء يدرسه؟ هذا هو. مثلا انه يقرا سيوطي، يدرس جامع المقدمات. يقرا مغني، يدرس السيوط. يقرا مكاتب، يدرس شرح اللمعة. خمس طلبة يجي، اربع طلبة يجي، طلبة واحد يجي، مو لازم طلب حوزة كبيرة. يبتدأ بالنواة وتنمو وتنمو وتنمو. سبير شجرة باسق أصلها ثابت وفرعها في السماء. تنحيتك الأذى عن الطريق صدقة. هذا الإنسان يتحرك. إحنا المسلمين صرنا تنابلة، كل واحد منتظر غيره يشتغل. شوف شارعك مو نظيف، أكبر أحد أهنف. لازم الإنسان بنفسه يقوم، بنفسه يعمل، بنفسه يشتغل. قسم من الناس مثل مقرمين، مثل أرجان، صغرهم يشتغل إلهم. هذا مو صحيح. الصحيح أن كل إنسان يكون نشطاً، يكون صبوراً، يكون متقياً، يكون حليماً، يكون متعاوناً، يكون مندفعاً. كل شيء ما فيه. لماذا تأخرنا نحن؟ لماذا الغرب تقدموا؟ لأن الغربيين حسبه وتعالى لا يعطي لا مفتاح الدنيا ولا مفتاح الآخرة إلا للعاملين فيها. الله في القرآن يقول كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. أي عامل الآن صدقوا في أنه لو إحنا كنا عاملين كل واحد من عندنا كان بإمكان يفتح صندوق أرض الحصن. مو لازم في اليوم الأول عندك ألف مليون، لازم كل واحد يبدي بناء. هسه إحنا كان عندنا إبراهيم حفظه الله، إبراهيم الباكستاني، قسم منكم لعله شايفه. كربلاء فرج رجل متواضع، راح تزوج. هذا ابن شيخ علي يجي هنا احيانا، تعرفوا ابنه. هذا راح بنى بيته بيده مو بنى هو. حتى انا رحت الى زيارته في بيده، كان كل شيء في البيت بيده. ومتبين منه انه شغل، مو انسان يعرف بناء البيت، لان مو هو طلبه، مو انه بنى، لكن ايضا خوش بنى. بعدين لما جه الكويت بقي على جهده أيضا، مع العلم كويت فلوسه وعي متوفر، لكن هو كويت كان سيارات يبيعوها. هو اشترى سيارة 60 دينار، نفع طعام من سكراب هناك يسميه، هذا مثل قطار يصيح، لأنه سيارة كلش فيها نظر. لعله في وسط الطريق وقفت، ووقفت أيضا ترد مرة، لكنه خوش إنسان ما يرغب للدنيا على الموجود. ولهذا تشوف يصلي جماعة يمتلئ بالشخصيات وراءه، ويخدم الهند وباكستان وبلاده وكذا وشي. هذا اللي يروحون هناك يقدم لهم فلوس، وإلى الآن باقي على جهده. ذاك اليوم اللي ما عده هالشكل، يوم اللي عده هالشكل، هذا معنى أخلاق طيبة في الحقيقة. الإنسان لازم يكون هالشكل واقع. على قول المشهور يقولون هو مو موجود لكن إله موجود، الله ما له موجود، وهو عجب على فتعرفه بعد. هذا أمر الضروري على الإنسان يكون هكذا واقعا، عازف عن الحياة، زاهد، لا تغره بهارج الحياة الدنيا، وإنما يكون خسر. بنقولهم اكتبوا، يقول إذا كتبنا من يطبع؟ كأنه لازم فرد واحد حجارة يكتب وفرد واحد آخر يطبع له. اكتبوا هطبع يا شيخ، يا سيد، يا أخ، اهتم. في كلا قسم من الغربيين كانوا يجون كسواح، قسم منهم يكون شو تسويته في الطريق، قسم منهم هو مو زوجتهم، زوجتهم وراء المطار، هو قدام المطار. حسن شلون؟ يقول في الحقيقة أنا أمشي. من أين أكلك؟ يقول من هالأعشاب اللي في الصحارى موجود أكل خيار. ما تشوفون أنا سائح يطول جنم
وانت نعم. يقول ايام الصيف يعني سألت انا منهم مكررة. يقول ايام الصيف قل نام اي مكان يوصف. ايام الشتاء ايضا ايام الصيف مثلا نام بال ايام الشتاء نروح في فندق، مو انه نروح في غرفة، حتى انه الليل نقضيها فالمكان سيد وشخصية ولا استاذ يجون عدة ويأخذوا منه مسائل ولازم يعزموا لبقاء ما عليه بيت هالشكل وأكل هالشكل وشرب هالشكل ومشاكل الحياة. تسأل الآن من أي واحد يقول مشاكل الحياة، مشاكل في ساعتين كهرباء رايح، مشاكل الحياة بعد مثلا هذا مشكلة في الحياة أبداً. أو مثل ما عندنا كذا أو شيء من حل أشيانا كثيرا فظيعا وكبيرا. إذن الأشياء إن شاء الله ننسى العلم، التقوى، الأخلاق، القلم، البيان، التعمم، وضع المجالس الأسبوعية ما أشبه، الاتصال بالناس، رواح، مجيء، زيارات، قدرة، هالأشياء نسويها. فإذا صنعناها نتقدم ونقدم. وفي كيس المؤمنين في أيام عزلوه عن الخلافة الظاهرية، نفس الإمام يقول أنا ابن عم الرسول وأنا الشجاع الكذا وأنا زوج البتول وأنا أبو الصقر. أبدا، راح له الفلاح، فلاح فلاح أخذ يزرع. وأكو في حديث في البحار أن الإمام زرع 100,000 نخلة. 100,000 نخلة زرع. 100,000 نخلة يعني شنو؟ يعني 500 كيلو. يعني الإمام زرع 500 كيلو وفجر من الآبار 400 عين. هذا مو شغل واقع، كان مفروض عليه هذا الشيء حتى الناس يقتدون به، حتى الناس يتعلمون منه، حتى المسلمين يتقدمون ويكونون كل المسلمين من كذائي واللبس الكذائي والمعجر العمل الكذائي. لا، إنسان عادي يروح ويشتغل ويعمل ويتباع. أنا شفت وقت قبل 30 سنة رحنا الحج في منا مثلا من الجماعات اللي أشوفهم مثل مين حبثانيين في مسجد الخيف. شفت قلت لهم في منا أكو مسجد يسمى مسجد الخيف أو الخيف. قلت لهم أنتوا شلون جايين؟ قالوا إحنا مش جايين أبدا ما ركض. قلت إيش عجب؟ يوم شمد قال أبدال ستش في البال، في الصخور، في الصحارى، في الجبال، في الخوف، في الآن إحنا ما عندنا همة ولا هذا تأخرنا. إذا كان عندنا هالشكل همم صدحنا ما عندنا همة، باقي محلولة على قول بعض الناس، شخصيات وأنانيات وكبريات، أنا كذا وأنا كذا وأنا شنو أنا ما أسوي. الموجودة عندنا نحن المسلمين أخرنا لا شك، لأن الخرابيط أجل الإنسان خرابيط أخرنا بالنسبة إلى الأخلاقيات التي قلناها والتي بأحوج ما يكون الطلب إليها. الإمام أمير المؤمنين رئيس أكبر دولة في زمانه كما تعلمون من ليبيا إلى تمشي بنفسه في شوارع المدينة يوم معزول عن الخلافة. ذاك شو يسوي؟ يوم خليفة هم هالشكل في عاصمة يمشي. وكان نعلاهم اللي فرسه بطويل لابس وبيده الدرة ويأمر بتقوى الله في الشوارع والأزقة. كوفة عاصمة الإمام عليه الصلاة والسلام. رأى امرأة جالسة على قارعة الطريق تبكي. ما بكي يا أمة الله؟ هسه احنا اذا شفنا فرد واحد يبكي ما بكى نقول له أتكذوش ما يخصني. ما بك يا أمة الله؟ التمر. فاشتريت التمر وذهبت بالتمر إلى أهلي. ما قبل فما قبل هذا البقال التمر. وأنا متحير وأرجع البيت متحير وأرجع إلى البيت بسطول جاية إناء التمر بيدها. قامت مع الإمام عليه الصلاة والسلام راحوا إلى البقال. الإمام قال هذه أنا لا تملك من الأمر شيئا، ورجع يا أيها البقال فلوسها وخذ التمر. دفع الإمام في صدره وأخذ إناء التمر من يد الوصيفة الأمة وطش على الباب غضبا. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت.
فإنهم ذهبت أخلاقنا لأننا ذهبنا ما عندنا أخلاقيات إذا ما وقف ما قرش مالك الأشتري يمر يشوف الإمام واقف يقف رشيد الهجري يمر يشوف الإمام واقف وقف ويدري الإمام إلوش واقف هنا بالشارع القائد الثالث القائد الرابع الشيخ الكذائي الشخصية الكذائية رئيس العمل في هذا الشيء قلت مرة شاف شخصيات الكويت يعني من كلهم مش قسم منهم وهم فرد عشقان تبين ما يقولون شيء تحجب إيه وش وقت في البوع منا منا شنو بمجرد أن قالوا هذا أمير المؤمنين انهارت أعصاب الشباب أمير المؤمنين يدفع في صد شتمر فوق ذلك في الشارع قفز من الدكان قالوا يا أمير المؤمنين ما عرفتك إني تائب إلى الله ارضى عني وفي حفظكم إلى 60 سنة الإمام قال ما أرضاني عن نفسك أنا ما أريد من نفسي بس ارضي الناس عن نفسك قال أنت شو ما أسوي الإمام قال هذا الدينار ما لرجعه وخذ التمر ماله قال من خلص قال يطلق الدينار إلى الوصيفة في أمر الله في روح شوف الأخلاق أتنا بهالشكل كان الغربيون والشرقيون يسيطرون علينا نحن المسلمين 1500 مليون كذا لا شخصية هل أنت أرضيت الناس عن نفسك هذا أريد منك ما أريد أكثر إذا إنسان هالشكل صار نشط خدوم خلوق المؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه في الأحاديث أكثر إذا هالشكل صار هذه الأمة تتأخر هذا الفرد يتأخر هذا المجتمع يتأخر هذه الجماعة يتأخرون أما الناس يشوفوهم مصخين يسبون يهرجون يلعبون طيبة ما أدري كذا هذه الخرابيط اللي موجود في مجتمعاتنا كلها الناس يشوفوهم لا ناس لائقين ما يلتفون تحت لوائهم يقول أن هذول ناس طيبين هم ما كانوا يتنازعون هم ما كانوا يسبوا بعضهم بعضا ويتفخرون عنهم كما توخروا عن المسلمين الناس العالم توخروا عن المسلمين لأنهم ما شايفوهم لايقين ما شايفوهم لايقين جيبوا إلى بيتكم خادم شوفوا لائق تبقوا وشوفوا مو لائق تنفرون عنه تروحون وراء واحد يتصلون جماعة شوفوا لائق تبقون معه شوفوا مو لائق تتوخروا عنه تشترون فرشي من البقال نفس الشيء تقلبون مرجع شوفوا مو لائق تتوخروا عنه أيش طبيعة الإنسان إذا الإنسان عليه أن يعطي لنفسه لياقة مو طفولية غالبا إنسان يعيش حالة طفولة حالة أنه يفهم يعني شيء خصني يعني شيء يديني إن شاء الله في المستقبل وهذا طريقي وهو قبل كلمات اللي أخذ هذا بمجموعه موضوع العلم التقوى الأخلاق القلم البيان التدريس التعميم مجالس إنسان يخلي رواح ومجيء وارتباط للناس والتعاون معهم هذا موضوع قطر بهج البلاغة احفظوها صحيفة سجادية احفظوها وكذلك احفظوا القرآن الحكيم حسب تمكنكم لأنها تنفعكم في حياتكم ومماتكم ودنياكم وآخرتكم وقلمكم وخطابكم الموضوع الثاني ابدعنا به لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما أخذ الله على العلماء يعني دولة ما أخذ الله وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على كرة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها ولألفيتم دنياكم هذه أذهب عندي من عفتي عنيز انتوا بصفتكم طلبة وكلكم من العراق ومشردين تكليف انقاذ العراق عليكم اكثر لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر وما اخذ الله على العلماء شاهدنا الكلمة يعني لولا ما اخذ الله اخذ الله على الانسان العالم القادر المتكلم صاحب القلم أكثر
أكثر مما أخذ من الجاهل. وفي الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعفو 70 ذنب عن الجاهل قبل أن يعفو ذنبا عن العالم. هاي شو واضح الآن؟ يجي فرد العوده هنا يمدرج أشهر أو مثلا يضحك أنظر بعهد ما يفهم، لكن فرد واحد يسوي طلب هذا الشيء نقبل منه هذا الشيء أبدا. خلي فرد الطفل هنا أجل لكم الله يقول وشيح عليك هذا الشيء يقبل منه هذا الشيء منهم، لكن يجي فرد واحد كبير يسوي هذا الشيء يقبل منه هذا الشيء أبدا يقبل منه. فإن الإنسان العالم من لازم عالم عمره 70 سنة و 60 سنة وتو علماء بعد علماء يعني جنة يعني تعرفون يعني دارسين يعني تعرفون المسائل يعني تعرفون الأحكام يعني تعرفون الأخلاق. ليس من يعلم كمن لا يعلم، أكو في حديث آخر مناسب. بالنسبة إلى العراق وهو موضوعنا الثاني، في تصوري أنتوا لازم تألفون كتب، عليكم صعوبة خدكم صعوبة انشئوا حققوا روحوا الكتب أنه مستقبل العراق كيف يجب أن يكون، لأن صدام يروح ومستقبل العراق بأيدي العراقيين. يحتاج الكتب إلى فصلين، الفصل الأول حول شورى المرجعية في العراق، أكو 3 مراجع بعد 10 سنوات، 5 مراجع، 7 مراجع. هؤلاء صلاة الناس، صومهم، حجهم، نكاحهم، طلاقهم، إرثهم، كل المرجع تقليده. أما الأمور العامة للمسلمين، اقتصادهم العام، سياستهم العامة، اجتماعياتهم، شبابهم، تبليغاتهم، حوزاتهم، عتباتهم، كيفية إدارة بلادهم بأكثرية الآراء، أمرهم شورى بينهم. هذا فصل تجعله في الكتاب، الكتاب فصلين. الفصل الأول أنه يجب أن يكون في العراق في المستقبل شورى المرجعية. في العراق هو 15 مليون إنسان، كل مرجع تقليد 5 ملايين مقلدين إله. في هذول كل مقلد يقلد مقلده في صلاته وصومه فردياته، أما في أموره الاجتماعية كلهم بشورى أكثرية الآراء، إذا 7 إذا 10 إذا 9 إذا 15 مرجع إذا 3 مراجع أكثرية الآراء يعملون، وغالبا الشعب هم مراجع غالبا وغالبا. تجيبون في هذا الفصل آيات الشورى، روايات الموجودة في نهج البلاغة وغرر الحكم للإمام أمير المؤمنين حول الشورى، ما يقارب 200 رواية عن الإمام في نهج البلاغة وغرر الحكم. ومستدرك نهج البلاغة أكو بكلمة الشورى أو كلمة ضد الشورى وهي كلمة الاستبداد. ثاني الثالث يجيبون روايات الشورى الموجودة في الوسائل، في مسيرك الوسائل في البحار، هذا أقل تقدير يصير فرد 200 صفحة، 200 صفحة جميلة. ثم تأتون تطالعون تاريخ رسول الله في البحار في ناسخ التواريخ في أي تاريخ، ما يقارب 100 موضع النبي بنفسه شاور أصحابه، شاور هالجماعة شاور هالجماعة في هالغزوة في هالقصة في هالمشكلة في هالكذا، مع العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستغني عنهم، لكن يريد يعلمهم الشورى. فرد 100 قصة جبتوا، هذا كم صفحة يصير؟ هذا يصير أقل تقدير فرد 200-250-300 صفحة صار جميل. هم صار هذا الفصل الأول. الفصل الثاني أنه في العراق يجب أن تكون تعدد الأحزاب الإسلامية الحرة، كل مرجع تقليدي مع شبابه بنين وبنات، يطيهم حاجاتهم، يأخذ فلوسهم، يوجه نشاطاتهم، حتى لا يصيرون شيوعيين، لا يصيرون بعثيين، لا يصيرون قوميين، لا يصيرون ألمانيين، لا يصيرون فاسدين، لا تختطفهم شبكات الشرق والغرب. تعدد الأحزاب الإسلامية الحرة
هذا المرجع أدي حزب، هذا المرجع أدي حزب، هذا المرجع أدي حزب، وكل المراجع بواجههم الصحف والجرائد والمجلات والمنافسة الحرة. التنافس الحر لما يصير كل واحد يقدم أحسن شيء. أنت إذا تمشي وحدك منا إلى طهران لعله يرونك بين سيارة ثانية، هو يريد السرعة تأتي بالسرعة، فيش كثر تمشي. صاحب معمل طرأت في مكان يقول هذا صاحب المعمل، هذول صاحب معمل جواريب، كان هذا أماله يوميا يسوون كل عامل درزن جواريب، درزن شنو؟ هذول عندهم قدرة أكثر. هاي ثلاث شفتات كان، شفتين كان عفوا، شفتين كان استراحة المعمل. فهذا كل ما جاب مهندس على عمله هذا صعد أعمالهم، ما يصعد أعماله. فرد مهندس قال أنا أتمكن أصعد أعماله، عملوا خمس دراجين، لا مناسبة هسه خمس دراجين، لما خرجوا كتبوا خمسة، يعني شنو يعني؟ فرد درزن أكثر من الشفت السابق. كبير كتبوا فرد خمسة في الساحل اللي أمام المعمل، كبير فرد خمسة كبيرة بالجس كتبوا تواشي. الشفت الثاني لما أجوا شاف فرد خمسة كبيرة قالوا هذا شنو؟ قال هذا معناه أن الشفت السابق عليكم هذول صانعين خمس دراجين، بينما أنه مثلا خمس صناديق فرد خمسة ذي شيء كبير مثلا، وبينما أنتوا سابقا عملتوا إيش كثر؟ أربعة. هذا اتحمس وراح وعملوا ست دراجين هالمرة، ستة. اجوا محو هذا كتبوا مكانه ستة كبيرة. السابقين لما اجوا شافوا ستة قالوا هذول ستة صنعوا، هذول راح واشتغلوا اشتغل كلش، هذول ستة كتبوا مكانه سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13، يعني من الأربعة أوصلوا أنفسهم إلى 13. يعني شبه هالقدر. لازم يصير تنافس حر، وفي كل شيء وقع التنافس يتقدم. فلازم شورى المرجعية في الآراء المنتمية والمنتمية للمرجعية. الفصل الثاني من الكتاب حول هذا الموضوع، طالع الكتب السياسية، أنا في كتابي هذا فقه السياسة لعله 40-50 صفحة حول هذا، أو تباحثوه أو تناقشون أو تسألون أو تجيبون أو تخلون مجالات حرة حول هذا الشيء. فإذا كتاب جميل 400 صفحة 300 صفحة 500 صفحة كتاب باللغة العربية طبيعة، تبعثوا إلى لبنان يطبع. وأذكر أصدقاء في لبنان بكثرة، دير نشر في لبنان بكثرة أكو، ثم أنه كثير منكم تروحون إلى لبنان تطبعون. في نظام تعطي كيفية البناء المستقبلي للعراق. الآن من الضروري هدم صدام يهدم، لكن بعدين شلون يبنى؟ هل يجي فرد صدام مثل صدام؟ أو يجي حكومة غربية؟ أو يجي حكومة ملكية؟ أو يجي حكومة جمهورية شرقية؟ أو ما أشبه؟ أو يجي حكومة بعثية يمينية وهدول يساريين أو بالعكس؟ لا، إنسان لازم عنده خريطة. حتى في بيتكم إذا تريدون تفلشون بيتكم تقولون على أنه شلون الخريطة للبيت المستقبل، خريطة بيت المستقبل بأيديكم. صدقوا إذا الآن أنتم ما أدري 50 أكثر أقل، كل واحد منكم يألف كتاب حول هذا الموضوع ويتعب نفسه أيضا، لأنه الشيء بلا تعب يحصل. أكو فرد بيت فارسي جدا جميل يقول نابور درانج جانج ميسر من شباب ملدن جريف جامل ردار ككار كأجرة من عمل وتعب. والله في القرآن الحكيم يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يعني راحوا تكدح لا نشوف الله. هو الممكن تقول أنا مو قليل قوي، ما عندي وقت مطالعة، حصل وقت، ما عندي كتاب، روح في هالمكتبات المتوسعة والمتوفرة في البلد طالع حتتقدم نفسك. أما أن الإنسان منتظر أن غيره يعمل وأنه يأكل ثمار أعمال الآخرين، معناه أن صدام يأتي، معناه أمريكا يأتي، معناه بريطانيا يأتي، معناه روسيا يأتي، معناه أنه صين يأتي ولا غيره. يكتب كتب حول العراق فصلين، حول العراق حول كل عالم الإسلامي ما كمان، حول مصر حول سوريا،
باكستان، حول أفغانستان، حول بنغلاديش، حول أندونيسيا. حدش بين السنة، السنة الأجنب علماء شو راهم لازم يصير؟ نعمهم شورى بينهم، مثل ما السنة يصلون يصومون يحجون، لازم أيضا حكومتهم حكومة شورائية، حكومة شورائية أحسن لها أو حكومة ما أدري كذا مثلا، لا شك فيه شورى علماءهم أحسن، لا شك فيه. شورى في الفصل الأول وتعدد الأحزاب الحرة في الفصل الثاني. إذا ألفت الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن أحسن سنة ظاهرة وتوفيقا وتقدما ونشاطا، وأن تكون ممن يتمكن أن يقيم الحكومة الواحدة الإسلامية العالمية اليوم مسلم، وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.